أنابى سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي لحضور حفل افتتاح اجتماع منظمة اليونسكو الإقليمي للدول العربية. وفي كلمته خلال الحفل نقل سعادة الوزير للمشاركين تحياتي سمو راعي الحفل وتمنياته لهذا الاجتماع الدولي المهم بكل النجاح والتوفيق، مؤكدا أن مملكة البحرين نجحت في تحقيق إنجازات مشرفة في مجال توفير التعليم للجميع وتطوير قطاع التعليم والتعليم العالي بشهادة منظمات دولية عريقة كاليونسكو، وذلك بفضل ما تحظى به المسيرة التعليمية المباركة من دعم ومساندة من عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد. من جهته ألقى دكتور ديفيد تشواردينا مدير السياسات وأنظمة التعلم مدى الحياة باليونسكو كلمة أعرب فيها عن إعجابه بما حققته البحرين من إنجازات مشرفة في تطوير التعليم والتعليم العالي، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يأتي تحضيرا لمؤتمر اليونسكو العام الذي سيعقد في باريس العام المقبل. هذا ويتضمن الاجتماع 5 جلسات عمل تتناول دور أنظمة ضمان الجودة في تعزيز التنمية المستدامة، فضلا عن العديد من المحاور ذات الصلة بتطوير التعليم العالي على الصعيدين العربي والعالمي. اختي الفاضلة، كما تعرفين بأن مملكة البحرين اليوم تنفذ مشروع الوطني تطوير التعليم والتدريب، ويحظى هذا المشروع باهتمام كبير وبدعم ومساندة من سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وسيدي صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر، وبمتابعة أيضا من سيدي صاحب السمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وكذلك اهتمام ورئاسة مستمرة لجلساته من سمو نائب رئيس مجلس الوزراء. كل هذه الأمور تبين أن مملكة البحرين مهمة عندها متابعة كل ما هو جديد، إيمانا تاما بأن التعليم إحدى الركائز الأساسية لتطوير التعليم وتطوير التنمية، فلا يمكن أن تقوم هناك تنمية وتحقيق الأهداف أيضا المرجوة والتي رسمت ملامحها رؤية مملكة البحرين 2030 إلا بتطوير التعليم ومراعاة أيضا كل ما هو جديد بهذا الشأن، خصوصا وأن مملكة البحرين سوف تحتفل بمرور 100 عام على التعليم النظامي، وشرفنا جلالة الملك حفظه الله وشرف المسيرة التعليمية عندما وجه جلالته بالاهتمام بهذه المناسبة التاريخية بحيث يتم إنشاء جامعة متميزة في المدرسة التي انطلقت منها مسيرة التعليم وانطلق منها التقدم نحو مسيرة التنمية.